مرحبا شباب، معاكم سامر جزراوي. اليوم عندنا موضوع أتوقع مهم بالنسبة لل PA3X أو كل الأورجات اللي فيها سامبلر من هالقبيل. شلون إنه نحول ويف أو لوب إلى إيقاع ونشتغله كأنه إيقاع. فراح أشتغل في تيست، يعني تجربة، انه نشوفكم شلون الطريقة. نجي على الساوند، نجي نعمل ريكورد لود سامبل، خلينا نشوف النفت. اوكي خلينا نجرب هذا لود. اوكي نجي على لوب اديت، خلينا نسمعه. عبارة عن تشوبي. نجي نسوي فقرة مهمة انه نعمله لوب اون، اوكي، حتى يشتغل، شوف، كلوب. زين، اوكي. بعدين نجي منيو تايم سلايس، اوكي. هسه ننتبه انه السرعة 89، انه هو ميزور 1، انه هو 4x4، لان هاي المعلومات راح نستفاد منها لما نعمله باد او نعمله ايقاع. اوكي هسه نعمل له سلايس، تقطع، خلص. شوف صار قطع. اوكي هسه نجي نعمل له رايت، خلينا نسمينه مثل ما هو، عراقي شوبي. نختار مكان نحطه، خلينا نحطه بال هون بيوزر 4 بأول صفحة. اوكي هسه هو انحفظ ك كلوب مقطع. احنا نقطع اللوب حتى نقدر نتحكم بزيادة السرعة وتبطيء السرعة، وحتى نقدر نعمل له editing كمان. بس ننتظر شوي ليحمله. هسه نجي نطلع من الريكورد. اوكي هسه نجي على الريكورد العادي، كأنه بدنا نعمل مثلا باد، ريكورد نيو باد. اوكي لازم نتذكر شنو كانت السرعة، 89. اوكي هو كان ميزور 1، اوكي كان 4x4. هسه نجي منيو مرة ثانية، نعمل له امبورت. نجي راح يكون موجود هون بالكروف، شوف، نعمل له اكسكيوت. يس اكيد. اوكي هسه اذا نريد نسمعه، شوف شنو صار باد. هسه احنا عملنا له باد. اوكي طبعا اكيد نعمل له رايت باد، نسمينه مثلا تيست تشوبي مثلا. اوكي نحاول نلقي له مكان باليوزر يكون فارغ. خلينا نحطه بصفحة 9 رقم 4 مثلا. اوكي اوكي هسه نجي نطلع من الريكورد. اوكي هسه اذا نجي على مثلا نحطه على باد 1، وين قلنا 9 4
اوكي شوف راح يكون على باد واحد. شوف لازم نعمل لوب. هاي الشغلة مهمة نسيت أقول عليها. اوكي نرجع مرة ثانية. ريكورد اديت باد. اوكي وين حطينا باليوزر؟ 9 4. اوكي لازم نجي على المنيو نعمل له. اوكي يعني نسينا كان المفروض نعمله لوب. اوكي هسه لازم المفروض يكون صحيح. هسه خلي نسمعه. خلي نعمل له رايت باد على نفس المحل اكيد. اوكي هسه نطلع من الريكورد. اوكي هسه نجي مره ثانيه شيفت باد نختار التشوبي. اوكي شوف. اوكي سو هسه بهاي الحاله طبعا بعدين نقدر نتحكم هوني بالفوليوم بالواتيفر نريد. هاي كباد. اوكي هاي كباد. طبعا ما شفتكم السرعه نقدر نزيد. زيدنا السرعة او بطأنا راح يكون لانه احنا قطعناه. اوكي هاي خلصنا منه. اذا نجي نريد نحطه كايقاع نفس الطريقة ريكورد. سوري خلنا نختار نيو ستايل. اوكي نفس الطريقة نجي 89. اوكي 1 1 4 على 4. اوكي عفوا نجي على منيو كمان امبورت نفس الطريقة. اوكي وين بدنا نحطه على درام واحد على كدرام طبعا احنا بدنا اياه كدرام مو كغير شيء. اوكي على V1. اوكي اكسكيوت. اوكي هسه نجي نسمعه. اوكي نقدر طبعا نجي هون مثلا اي بيركشن خلي هالشكل للتجربة. شوف هسه نبني نسجل من جديد. مثلا اوكي هسه نسجل اجين. اوكي صار عندنا ايقاع كامل نقدر نحط له بيز وكورد وكل شيء. بعدين نعمل رايت وخلص. فعمليه جدا سهله وان شاء الله اكون توفقت بهالفيديو انه يعني كثير اسئله الشباب دا يسالون على نفس الموضوع.